بقى مع حضراتكم من الصحافة المحلية وخبر عن بعثة اليابانية الأثرية العاملة في منطقة أثار الجيزة. ودي بعثة الحقيقة بتشتغل بقى لها سنين طويلة في منطقة الأهرامات، وحددت مكان تحت الرمال في المنطقة المحيطة بالأهرامات الثلاثة، وقالت إنها بتتوقع إنه يكون مكان مقبرة أثرية مهمة يتم اكتشافها خلال الفترة القادمة. قالت البعثة ان هما توصلوا لاكتشاف ده باستخدام تكنولوجيا اختراق الارض في مقبرة النخبة المصرية القديمة بجوار الهرم الاكبر خوفو. والشيء العجيب في المنطقة المحيطة بالاهرامات انه رغم ان هي مساحة شاسعة من الارض الفاضية، لكنه في نفس الوقت ما تمش اكتشاف اي مقابر فيها منذ سنين طويلة. طيب ايه اهمية ده؟ طبعا هم عملوا تقنيات المسح الارضي والاختراق الارضي، ودي تقنيات بتحاول تكشف شوية يعني مساحات شاسعة من الاراضي وممكن يكون مدفون ايه تحتها. فخلونا نروح للدكتور مجد شاكر ونعرف برضو اسرار هذا الموضوع، وهل فعلا ممكن نلاقي كشف اثر كبير في المنطقة دي، ولأي مدى المنطقة المحيطة بالأهرامات لم يتم اكتشاف كل كنوزها وأثرها. احنا معنا الدكتور مجدي شاكر خبير الأثري، برحب بك يا فندم، أهلا وسهلا. كل التحية لحضرتك أستاذ حسام وتحية لمشاهدين حضرتك. تشرح لنا ازاي الخبر نشر تقريبا في اليوم السابع عن احتمالية كشف كبير يكون بجوار الأهرامات بتقوم بالبعثة الأثرية عن طريق طبعا التقنيات الحديثة سواء الاختراق الأرضي أو المسح الأرضي؟ والله فندم انت عارف حضرتك ان منطقه الاهرامات يعني هذه المنطقه يعني ظلت الدفن فيها لفتره كبيره جدا، وكان الدفن فيها بيخضع ان الملك كان بيبقى في الجزء الاهم فيها، ثم بعد كده بيجد زي ما قال النخبه اللي هم كبار قواد الجيش والقضاه طبقه بيسموها طبقه النبلاء، ثم بنيجي للمرحله الثالثه هي مقابر الافراد. فمنطقه الاهرامات في مناطق يحسن بيه في اي مكان هتشتغل فيه هتلاقي اثار، بس بنسبه بمعنى على حسب النوعيه، نوعيه المقابر، لان عارف حضرتك هم كان لهم بتقاليد محدده، كل مكان للدفن بيبقى له ايه قواعد محدده، وبالتالي اي منطقه الاقصر عموما، منطقه المطريه، منطقه الحلوان، ففي معظم المناطق في مصر يعني بنسبه كبيره جدا جدا، ولكن التقنيات اللي هو بيشتغل بيها لا تؤكد ولا تنفي الحدث 100%، بمعنى هو بيقول ان احنا ممكن نجد بعض الحوائط من الحجر الجيري، ولكن انت عارف المنطقه كلها كل المنطقه كلها حجر جيري، والناس ما تعرفوش ان اصلا جسم الهرم بتاع خوفو او جسم الاهرامات كلها مبني من الهرم من نفس المنطقه من نفس المحجر، وكانوا بيغلفوه ان هم كانوا يجيبوا من احجار برضو حجر جيري من طرة لان كانت الحجر بتاعها اجود، فنسبه ان هو يجد حجر جيري في المكان يعني حاجه طبيعيه، لكن ما نقدرش نحدد 100% غير لما نشتغل. يعني رغم تقدم علم الاثار في كل النواحي، لكن ما زلنا حتى الان الشيء المؤكد ان احنا ما زلنا بنشتغل بالفرشه والمسطرين، يعني بالوسائل البدائيه، لان هي دي اللي بتوصلنا. وحضرتك اكيد تذكر منذ عده سنوات في عهد الدكتور ممدوح الضماطي لما جاء واحد اسمه ريفز الراجل الامريكاني وقال لك احنا ورا مقبره توت عنخ امون هنجد نفرتيتي، وقال وفضل يعمل مسح راداري ومسح كهربائي وعمل اشياء كتير جدا جدا، والموضوع في نهايه الامر رسي ان احنا لم نجد اي شيء. فالتكنولوجيا مطلوبه ولكن بنسبه، ولكن ما نقدرش ناكد ما يوجد في باطن الارض، يعني مش زيها مثلا زي الاسكان بتاع الانسان ممكن احدد نوع الامراض او ولكن الموضوع ده هو بيقول لي في شكل معين في معدن معين، انما ما بيجيبليش تفاصيل، ما بيجيبليش نقوش، ما بيجيبليش مومياوات، وبالتالي ان انا اعلن عن خبر او عن كشف دون متأكد او دون ما انزل انا بطبيعتي، فاعتقد الموضوع محتاج وقت ومحتاج دراسه اكتر من كده. ولكن نسبه وجود مقبره يعني بنسبه 60-70%، يعني في مناطق اوتوماتيك توا ما تقولها، احنا بنتكلم على منطقه الاهرامات وبنتكلم على منطقه محصوره بين اكبر هرمين خوف وخفرع، وبالتالي ده بنسبه مؤكده ان احنا هنجد شيء. انما انا فاكر هم بيعملوا برضو لو حضرتك تفتكر معايا وكانت لما كان متحدث عن امكانيه وضع الكسوه الخارجيه المتعلقه بهرم منقاورة كان بيقال انه ممكن نلاقي اشياء برضو تحت مؤكد. اصل حضرتك يا فندم هذه المناطق كان بالنسبه للمصريين في العصور الاخرى، يعني تخيل حضرتك جدنا رمسيس الثاني هو ابن خاعم واسد بالنسبه لهم الاهرامات دي كانت اثار، يعني كانوا بيروحوا يتفرجوا عليها ان هي اثر، لان الفرق ما بين مثلا عصر بناه الاهرام وعصر الملك مستني اكثر من 1200 سنه،
فبالتالي المناطق دي كانت مناطق بالنسبه لهم مناطق اثريه ومناطق مقدسه دينيا، فكانوا بيبقوا حريصين ان هم يروحوا يستغلوا هذه الاماكن، يستغلوا اماكن دفن، يستغلوا محجر، وبالتالي هذه الاماكن بالنسبه لهم كانت اماكن مهمه. فحضرتك ممكن جنب الاهرامات تجد مقابر لامور اخرى. احنا عندنا مبدا احسن بيه حتى الان كلمه من جاور السعيد يسعد، بمعنى ان هم الانسان يحب يتدفن في مكان مقدس او مكان من الاجداد بيكون له صفه، لان بقول لحضرتك مثلا في الدوله الحديثه من الدوله القديمه حوالي 1200 1800 سنه، وبالنسبه للناس هذه المقابر جنب الملك كانوا بيحب يدفن النبلاء والشخصيات المهمه في القصر ليه يا فندم؟ لانه بتقام دايما الصلوات والقرابين وبالتالي هينوبهم نصيب من هذه التلاوات ومن هذه القرابين، فيعني هو شيء يعني يفضل هذا الموضوع. وبالتالي وجود مقبره هي نسبه مؤكده، ولكن ما طبيعه هذه المقبره؟ ماذا ستقول لنا؟ ماذا سيوجد فيها؟ احنا ممكن نشتغل ونلاقي جزء فقير، وبعدين هو قال مقبره ليه؟ طب ممكن اجد معبد او ممكن اجد شيء اخر. وبالتالي المفروض انا اقول مبنى حجري، يعني ما اسميش الامور مسمياتها الا لما اكون متاكد من الموضوع. فقالوا ان انا بوادر مبنى حجري، لانه كمان في الخبر قال ان انا اعمده او حوائط، فبالتالي احنا لسه قدامنا كتير. لان اعرف حضرتك في حاجه اسمها المجموعه الهرميه، الناس معتقد الهرم كان لوحده، الهرم وكان بيبقى فيه معبدين جنبه، معبد الوادي والمعبد الجنائزي ومجموعه مقابر اخرى، وبالتالي احنا ممكن نسفر الموضوع عن امر اخر او امر إيه. انما هو في المجمل هو جيد، ولكن كنت اتمنى ان هذه البعثه لا تعلن هذا الاكتشاف الا في حاله التاكد او حاله ان هي تشتغل ان هي في انما موضوع التكنولوجيا في الاثار هي يعني بتقول لي بنسبه 30%، انما 70% يظل للعمل البشري ويظل للعامل اللي هو يشتغل، والعامل المصري اللي هو بعد كده بنسميه الحفار اللي هو بيجيبوه دايما بيجيبوه من مدينه قفط، لان قفط دي اشهر حفارين في العالم كله بيشتغلوا من هذا المكان. فلما نبدا ننزل بالمصريين والطري على راي اخواننا الصعايده ونبدا ننزل هنبدا نشوف الدنيا رايحه فين وهتدينا اصلا. انما عموما هو خبر جيد، وفي نفس الوقت هو مؤكد بنسبه زي ما حضرتك 70% ان احنا سنجد شيء في هذا المكان، انما طبيعته والكينون اللي نستنى ونشوف ماذا تدرس. طبعا حفريات ودي بتاخد وقت، يعني دي بنتكلم احنا في ترجيحات يعني بالظبط كل تكهنات، لان عارف حضرتك هو يعني احنا لم هو قال احنا وجدنا مبنى حجري بعض الحوائط الحجريه. طب انت قدرت تقول مبنى حجري ازاي؟ لكن طبيعتها ايه؟ ممكن يكون مقبره، ممكن يكون جزء من معبد، ممكن بالزبط. يكون او حائط بيمنع كمان الفيضانات، لان الناس اللي ما تعرفوش كان الفيضانات بتوصل لغايه منطقه الاهرامات. ممكن هو يكون بعد ما بنى الهرم بنى مجموعه من الاسوار او حواجز عشان تمنع وصول الفيضانات، لان خلاص الاول كان بيستغل هذه الفيضان ان هو يوصل الايه المراكب اللي جايبه الاحجار، ولكن بعد كده لازم يعملها حوائط عشان تمنع ان ميه تقدر توصل او فيضانات توصل للمباني. انا بشكرك، احنا قدامنا انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين في وزاره الاثار، شكرا جزيلا على وجودك معنا.